نطلع اسمع هو في ايه. بقول لك هي ضبع السنين، احنا لازم نعين العروسه دي هنا على جنب، عشان خاطر اللي هيحصل في حيوانات الغابه هيخافوا منه جدا. طبعا طبعا يا ضبع السنين، لازم طبعا نعين العروسه دي هنا، مش عايزين حد يشوفنا، عشان لو حد شافنا هنتقفش كلنا والخطه بتاعتنا مش هتكمل. يا خبر يا خبر، ايه ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ هو مال ضبع السنين؟ العروسه اللي هم بيقولوا عليها دي هي ممكن تاذي حيوانات الغابه؟ انا لازم اعرف في ايه بالظبط، انا خايفه منهم جدا. يلا يا ضبع السنين، خلينا مخبيها هنا، وبعد كده الصبح هنيجي ناخدها عشان نعمل خطتنا. يا خبر يا خبر، يلا يا اصحابي، يلا يا اصحابي اعملوا لي لايك واشتراك، يلا يا اصحابي، انا خايفه من ضبع السنين جدا، ده ممكن يأذيني. ويا ترى ايه العروسه اللي هو عينها دي؟ لا 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 لا، يلا يا اصحابي خلونا نشوف هي فيها ايه. ايه ده؟ ايه العروسه الغريبه دي؟ اما امسكها كده واشوف ايه اللي حصل. ايه العروسه الغريبه دي بقى؟ العروسه دي هتخوفنا اما امسكها كده. ايه ده اللي حصل لي؟ يا خبر يا خبر، ايه ده؟ ده انا اتحولت. يا خبر، كل ده عشان مسكت العروسه. انا خايفه قوي. طب انا هرجع ازاي دلوقتي لام سيمبا؟ انا هعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ انا خايفه خالص. انا هفضل كده ولا ايه؟ انا خايفه قوي. يا ربي، انا هرجع ازاي دلوقتي لام سيمبا؟ ده انا بقيت بقوره. يا خبر، انا سيمبا ابني مش هيعرفني. انا هرجع ازاي دلوقتي يا ربي؟ هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده الصوت ده؟ انا سامعه صوت حد جاي. يلا يا ضبع السنين، خلينا ناخد العروسه عشان نعمل اللي هنعمله في الحيوانات. ايه ده؟ الحق يا ضبع السنين، انا مش لاقي العروسه. هي العروسه راحت فين؟ وايه البقره دي؟ انا مش عارف يا ضبع، ايه البقره دي؟ هو العيد قرب ولا ايه؟ ولا يكون شابو سيمبا عايز يعمل يعني ايه، عايز يذبح كده لله؟ ده ابو سيمبا ده ما بيعملش حاجه لله ابدا، الله يسامحه البعيد. يلا. يا خبر، دول بيتكلموا على ابو سيمبا. هو يعني هما ايه اللي بيقولوا دوت؟ ده احنا بنذبح كل شهر لله. ده انت ضبع السنين ده مفتري قوي. وبعدين عايز تعمل ايه في حيوانات الغابه؟ انا لازم اقول لابو سيمبا بسرعه. بس هعمل ايه؟ مش هيعرفني، وممكن يطردني ولا يضربني، ما هو ما يعرفش ان انا ام سيمبا. هعمل ايه بس يا ربي؟ لا 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 لا، انا لازم اخش البيت ولازم اخليهم يعرفوني. انا لازم اخش. يلا يا ام سيمبا، لازم تتصرف عشان ضبع السنين هيبهدل الدنيا. يلا يلا. يا بابا يا بابا، انت فين يا بابا؟ ايه ده؟ بقرة عندنا؟ البقرة دي بتعمل عندنا ايه؟ اكيد ماما جايباها، ولا ممكن يكون بابا عشان نذبحها وناكلها كلها. الله، بس انا خايف منها لا تنطحني في دماغي. يا بابا انت فين يا بابا؟ ايوه يا سيمبا، خير؟ في ايه يا ابني؟ يا بابا انت جبت بقرة جديدة ولا ايه؟ بقرة ايه يا ابني؟ انا انت عارف عليا ديون قد كده، ما جبتش بقر ولا حاجه. يمكن امك جايباها، يكونش امك قبضت الجمعيه وجابتها. انا مش لاقي ماما اصلا يا بابا، انا عماله انادي عليها مش لاقيها. يا ام سيمبا يا ام سيمبا، انت فين يا ام سيمبا؟ انا هو يا ابو سيمبا، انا هو يا سيمبا. بصولي بقى، انتوا ازاي مش عارفيني؟ يا ماما انت فين يا ماما؟ انا عايز ماما عشان عايزها تحط لي اكل وانا جعان جدا. والله يا ابني وانا كمان جعان، انا ما اعرفش امك بتغطس كده وتروح فين، انا مستعجل وورايا شغل. يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا، اعرف ان انا يا ابو سيمبا، انا ام سيمبا. بس هيعرفوني ازاي؟ انا لازم اتصرف، لازم اعمل اي حاجه عشان يعرفوني. يا ماما انت فين يا ماما؟ انا هو يا حبيبي، حاول تعرفني. بس هيعرفني ازاي؟ انا لازم اتصرف، انا لازم اجيب العروسه، يمكن عشان انا لمستها اتحولت، فيمكن المسها تاني ارجع ام سيمبا. انا لازم اجيب العروسه ديت وارجع ام سيمبا. ساعدني يا رب ساعدني. بص يا ابني، انا هطلع ادور عليها فوق، وانت اطلع شوفها كده قدام الباب، يمكن قاعده قدام الباب مع حد نعرفه ولا حاجه. حاضر يا بابا، اطلع انت فوق وانا هطلع قدام الباب اشوفها. يلا يا بابا، خلينا ندور عليها عشان انا جعان. ايوه يا ابني، ده انا جعان خالص. يلا بسرعه، روح دور عليها.
يا خبر يا خبر، تعال يا ابو سيمبا، انا هنا واقفه اهو يا ابو سيمبا، انا بقوره يا ابو سيمبا، بس انت مش عارفني. استنى يا سيمبا، هتدور عليا فين؟ يا ربي اعمل ايه بس دلوقتي، انا لازم الاقي العروسه دي، بس مين هيلاقي لي؟ طيب يا حلوين، يلا اعملوا لي لايك واشتراك عشان نشوف العروسه ديت هترجعني تاني لام سيمبا الحلوه الجميله اللي انا بحبها ولا لا. يانا يلا يا بابا، انا قدام الباب اهو، بس مش لاقي حاجه يا بابا. انا مش عارف ايه ده، انا لقيت عروسه حلوه قوي، انا هجيبها هنا. بابا بابا، انا طلعت يا بابا قدام البيت ما لقيتش ماما خالص، بس لقيت العروسه دي، قلت اكيد ان ماما جايبها لي وسايبها لي قدام الباب. هيح يا ابني يا حبيبي، مش وقته دلوقتي تلعب بعرايس، ارميها هنا دلوقتي على جنب لما نشوف امك فين. ايوه يا سيمبا، ايوه يا سيمبا، ارميها هنا على الارض، خلينا اقف عليها، خلينا ارجع ام سيمبا تاني. حاضر يا بابا، اهي اديني رميتها اهو. ايوه ايوه انا هقف عليها اهو، اهو اهو. ايه ده يا بابا، هي البقره بتتحول كده ليه؟ هي البقره بتعمل كده ليه يا بابا؟ اهو. ايه ده ماما، هو انت يا ماما كنت بقره؟ ايوه يا حبيبي، انا كنت بقره، والحمد لله العروسه ضبع السنين كان عايز يحول الغابه كلها لحيوانات مفترسه. ايه ده، ضبع السنين كان عايز يحولك؟ ها انا اتحولت غصب عني كده يا ابو سيمبا، انا جاي امسك العروسه اشوف فيها ايه، لقيتها اتحولتني. طيب طيب يا ام سيمبا، احنا لازم نحرق العروسه دي عشان ما يمسكهاش تاني ضبع السنين ولا يلاقيها. احنا لازم نحرقها. ايوه يا بابا، طب ما تخليني يا بابا العب بيها شويه. بس يا واد يا سيمبا، لا تحولك تخليك غوريلا ولا حاجه، انا خايف عليك. يا بابا طب ما تمسكها انت، يمكن تطلع درفيل.